بيبص على البحر وفخامته وسر جماله. لو خدتلك جولة فيه هتلاقي واخد من روح اللي ساكن فيه. كلامي هنا عن سويت النجم العالمي عمر الشريف واللي كان بيقضي فيه اجازته لما كان بيروح يستجم شوية. ازاي الفخامة هي سر جمال سويت عمر الشريف في اسكندرية؟ ازاي اتكشف عنه اصلا؟ ويا ترى ايه مواصفاته؟ خليكم معايا في الفيديو ده، هتعرفوا معايا تفاصيل واسرار ما سمعتوهاش قبل كده. اللي عاوز يروح يغير جو ويستجم اليومين دول بيطلع على الساحل، بس ايام زمان وليالي زمان كان اللي بيحب يستجم يطلع على اسكندرية. وقتها كانت هي المكان اللي بيحبوا الفنانين زمان وليهم ذكريات فيه، ومن ضمن النجوم كان عمر الشريف اللي كان ليه سويت خاص بيه مش بينزل غير فيه جوه فندق من الفنادق المشهورة هناك. بس طبعا ما كانش حد بيعرف يدخل ولا يصور ولا اي حاجة. بس اليومين دول اتكشف عن السويت ده بفيديو قلب السوشيال ميديا. السويت حاجة كده فخمة وجماله ملوش حدود. هو فيه اكتر من غرفة وبيبص على البحر. الحوائط كلها الوانها هادية ومناسبة جدا للراحة والاستجمام. الفيديو اللي انتشر كشف عن ان عمر الشريف حاجز غرفة نوم بسرير واحد وفيه التلفزيون والارضية برسومات الورد ولونه احمر، وفيه ممر بيودي على الحمام اللي برضو كله رخام وشكله تحفة، وكمان فيه بلكونة بتبص على البحر على طول فيها كرسيين والدور مش عالي قوي. السويت ليه طبيعة خاصة طرازه تحسه واخد من روح الفنان عمر الشريف فعلا، او بيعبر عن شخصيته. واحد من المتابعين على تيك توك نشر فيديو سويت عمر الشريف، وده كان في فندق معروف جدا هناك، وتحديدا في محطة الرمل قريب من مكتبة اسكندرية ومطار برج العرب. كان الشريف بينزل من المطار على الفندق على طول، وليه مميزات كتير جدا. الفندق ده واخد لقب القصر كمان مش فندق وبس، علشان التراث بتاعه تاريخي، وهو نشأته كانت في اوائل القرن العشرين يقع على الواجهة البحرية، وكان هو أحسن اختيار للي بيدور على الراحة والاسترخاء، وكمان بيعتبر واحد من أهم المزارات السياحية. طبعا الفندق ده موجود لحد دلوقتي ولسه مميز بمواصفاته المعمارية، وكل واحد يقدر يحجز وينزل فيه عادي جدا، لكنه ما بقاش اختيار نجوم الفن الأيام دي. بعد الفيديو ده ما انتشر، الجمهور تفاعل معاه بشكل كبير جدا، واعتبروه إن اختيار عمر الشريف للفندق ده كان بيعبر عن الرقي اللي هو عايشه، وكمان ذوقه وفنه وثقافته. في كمان اللي قال احنا عشنا معاهم في الافلام والاعمال بتاعتهم، لكن لما فيديو زي ده يظهر يخلينا نعيش معاهم الواقع كمان. وفي اللي طلب يحجز نفس السويت ويكون فيه كام يوم ويبقى اسمه عمل ذكريات وتاريخ لنفسه برضه. الغريب ان في ناس قالت المفروض حاجه زي كده تبقى مزار سياحي او متحف فني، لكن الاغرب بقى ان الفندق ده بقى متاح للسكن جوه بس، لكنه مش مزار ولا متحف الناس تقدر تتردد على زيارته وخلاص. اللي مش كتير يعرفوا ان اسكندرية كانت هي المكان المفضل بالنسبة للفنان عمر الشريف، هي بلده وفيها تربى ونشأ ومنها انطلق للتمثيل. هو من مواليد 10 ابريل سنة 1932. ابوه كان تاجر اخشاب وكان بيتمنى ان ابنه يكمل مسيرته دي في المهنة من بعده، بس عمر اللي اسمه الحقيقي ميشيل كان عنده شغف بالتمثيل اللي بدأه على خشبة مسرح كلية فيكتوريا اللي كان بيدرس فيها، وكان عمر الشريف زميل المخرج العالمي يوسف شاهين في كلية فيكتوريا في اسكندرية. عاشق ميشيل المسرح المدرسي وقدم بعض التجارب وهو لسه ما كانش كمل 12 سنة. من أشهر أدوار عمر الشريف بطولته لأفلام دكتور جيفاغو والفتاة المرحة ولورنس العرب، وترشح لجائزة الأوسكار وخد 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر. قولولي بقى في التعليقات لو كان متاح ليك تقضي وقت في سويت عمر الشريف هتعمل كده ولا الساحل أحلى برضو؟